صيام وقيام. اليوم عند مسجد المؤذن عبد القادر المباركي رحمه الله وطيب اثراه، ربي ان شاء الله يرحمه ويوسع عليه، ان شاء الله يرحم موت المسلمين اجمعين. انا مع الطلبه نتاع القران الكريم، شوفوا نسمعوا هذا الطالب الله يبارك. بسم الله. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وأبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. قالت الله تفتر يوسف حتى تكون حرصا وتكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الله فيك أبي عبد الشمر، يا عبد الشمر وأنا عبد الأخم أعطيك شوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله يوفقك على الصحة. هاي آخر واحد، آخر واحد. أعلن آخر بعد هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا سنه ليلة القدر وما أدراك ليلة القدر. ليلة القدر خير شر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن مصنوية حتى مطلع الفجر. حتى مطلع الفجر. بارك الله فيك. آخر واحدة هذي أسعد وراه من وجه روحك أسعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ليلة القدر. ليلة القدر هي ألف شهر خير من ألف شهر. تنزلت الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم جنات وحد بإذن جنات من كل أمر. تنزل الملائكة روحها بإذن ربهم من كل أمر. تنزلت الملائكة تنزل الملائكة تنزلت الملائكة تنزلوا تنزلوا الملائكة والروح فيها بإذن ربهم جنات من كل أمر. سلام حتى سلام مع الفجر حتى مطلع الفجر. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك الأولى. ولا سوف يعطيك ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بارك الله فيك. الآن نعطيكم السؤال، اسمعوا السؤال. السؤال يقول عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، من كان صاحبه في الهجرة؟ من كان صاحبه؟ أرواح. أعطينا اسمك. عبد القادر المباركي. عبد القادر المباركي. من كان صاحبه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هو من كان
صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة. وين اختبأوا كعادوا في الطريق؟ وين تدركوا على قريش؟ في شكا. وين تدركوا؟ في غار حراء. في غار حراء. غار حراء نزل فيها القرآن. اختبأوا في غار ثور. في غار ثور، في غار ثور. إذا الفائز معنا المباركي عبد الكادر. إذا عبد القادر، هذا المصحف بداية، هذا المصحف الشريف للطالب عبد القادر المباركي. وخر الدرس وجائزة أخرى وشني؟ ألف دينار جزائري. ألف دينار جزائري للطالب عبد القادر المباركي. عبد القادر المباركي. إذا رسالتنا الأولية دائما ونحن في المدارس القرآنية، الاستثمار الحقيقي هو تعليم القرآن الكريم لأبنائنا وبناتنا لكي يحفظهم الله سبحانه وتعالى. ثم رسالة لكم ثم وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، معناها يجب أن نبر ونطيع والدينا. وكي يحفظ القرآن واحد منكم يوم القيامة، وش يعطي ربي سبحانه وتعالى؟ وش يعطي له؟ يعطيه تاج، يعطيه ام تاج وابوي تاج، فيها سبعه من طين. الله يبارك. يعطيه تاج وقار من نور لوالديه، يلبس والديه تاج من وقار من نور، من النور. ولا اسعد ارواح اسعد ارواح منا. هذا اسعد، هذا الطفل اسعد يسكن في هذا الحي، هذا طفل ناشط، هذا اسمه اسعد، اسمه اسعد. ربي ان شاء الله مش حافظ والو اسعد، والو حافظ، خاطر جاي نلقاوك حافظ. ايها ان شاء الله هاي. اذا ربي يتقبل ان شاء الله منا ومنكم صيام القيامه. اللهم بارك وسلم على اهل في غزه، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.